السلام عليكم. اليوم نعاود نوليو للملعب تاع الدويره ونتكلموا على التغطيه الخارجيه. عندما شفت يعني طالعت مليح على الملف تاع الملعب هذا، يعني ما فيش تغطيه الخارجيه للملعب، يعني حسب التصاميم الاوليه لا يوجد اي تغطيه. نتمنى على الاقل يكون فيه طالع للخرسانه تاع المدرجات من الخارج، يكون فيه طالع يعاود باش اولا باش يمد يعني شكل جميل، يعني يتغير اللون، وثانيا الطالع هذا سوف يكون لحمايه الخرسانه من الاتلاف، و يعني يكون فيه عازل نتاع ضد العوامل الطبيعيه كالامطار وما الى ذلك. اذا ماذا بينا حتى ولو ما فيهش تغطيه تكون فيه طالع للمدرجات من الجهه الخارجيه. نكتفي بهذا القدر والسلام عليكم.